وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. يا الله الله أكبر. الله أكبر. ولي ربراج ولي ربراج بسم الله الصلاة والسلام صباح خزانة تكفي يا زور باشا قربان دكتور وعود بكتي ما مستاشير يستادين خلوان هذا شو اسمه أختي سارة يقول صار صدمة قوية ما يقدر يحكي ما يقدر أبد يحكي نهائيا ودينا للطبيب والشيخ لحد الآن ما في علاج ما في صوت أبد ما يحكي هسه نتكلم وياه هسه بإذن الله تعالى معجزة قرآني طيب اليوم 15/8/2016 يوم الاثنين إن شاء الله بنتي طيب إن شاء الله خوش ريسان أو كم زمانين يا زور زحمة تبقوا دينا زمتازة.